بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم ان شاء الله على الاونيون سكين جوه الفلاش والناين سلايس سكيلينج والكي فريم ترانسفورم. هنتكلم على 3 نقط. هنفتح ملف فلاش كده وهنتكلم على اول حاجة. لو انا عندي مثلا كورة، الكورة دي هخليها اوبجكت، وبعدين جيت هنا عملت F6 على الكيبورد، وبعد كده رحت جاي محرك الكوره دي لغايه هنا كده. بما ان هنا اوبجكت وهنا اوبجكت، يبقى المفروض اعمل هنا ايه، موشن توين. تمام، يبقى الموشن توين حصل اهو ما بين الكورتين. لو انا عايز اقارن الكوره دي بالوضع بالموضع الاولاني، فبشغل حاجه اسمها الاونيون سكين. هيعمل ايه الاونيون سكين ده؟ هيطلع لي كده قوسين فوق الانيميشن. بجيب اول قوس هنا على اول الانيميشن، فبشوف ايه بقى، بشوف حركه ومسار الكوره. طب هستفيد ايه كده؟ هستفيد ان انا مثلا عرفت ان اخر الكرة هنا. تمام، ممكن وانا واقف كده، وانا واقف على اول فريم، ابني الحيطة مثلا اللي هتقبل فيها الكرة بالظبط بقى، لان انا عرفت ان اخر الكرة فين، هنا اهو. تمام، يبقى دي كده الاونيون سكين. يبقى اول حاجة هعملها كده بلاي، الحيطة اتحركت بس معايا اختفت، فهضطر ان انا اعملها على لير جديد، كنترول زد. طبعا ما ينفعش احط موشن توين وعندها ايه كذا لير، فهعمل كنترول زد، هعمل نيو لير، وهقف هنا كده على اول فريم كده، وهرسم الايه اللير الجديده، هتبقى لير ثابته معايا. ايه اللي هيحصل؟ ان الكره هتتحرك لغايه لما تخبط فين، في الحيطه. كنترول انتر ونشوف كده الموفي. تمام، يبقى انا قدرت ان انا احدد مكان الحيطه وانا واقف على اول كي فريم. لو ما عنديش خاصيه الاونيون سكين دي، يبقى انا ما اقدرش اعمل ايه، اعمل انيميشن ده. طيب في حاجة تانية برضو مهمة جوه الفلاش دي كده للحتة دي، وبعدين انا هعمل كورة تانية وكورة تالتة ورابعة وخمسة وستة وسبعة. جميل، والكور دي كلها انا عايزها تنزل لتحت كده مثلا. يبقى اجي من هنا اعمل F6 واحرك كل الكرة لوحدها كده مثلا، دي كده مثلا، ودي كده، ودي كده، ودي كده. سوري، انا كده حركت الشيب بتاعتها، ودي كده، ودي كده، ودي كده. تمام، يبقى انا كده حركت كل كرة لوحدها. لو عملت من هنا موشن توين وعملت بلاي، الكرة هتتحرك بالمنظر ده. طب افرض انا عايز امسك الكور دي كلها واعمل لها سكيل. طيب عشان تمسك الكور دي كلها وتعمل لها سكيل، لازم تقول له ايه، تقول له ان انا عايز افرط الكي فريمات دي. تمام، عن طريق هنا في ايكون اسمها مالتيبلاي فريمز. في المالتيبلاي فريمز ده انا ممكن اقول له انا عايز كل الانيميشن من اول هنا لغايه هنا كده يحصل له موف هنا او سكيل. يبقى انا لما بعمل بلاي دلوقتي، عندي في هنا طبعا اشيلها بقى عشان ما تلخبطنيش بعد كده، عندي كده في كي فريمز حطيته بيعمل لي الايه الانيميشنز في الاخر كلها مره واحده. يبقى انا لو عايز امسك كذا اوبجكت مره واحده، ممكن امسكهم عن طريق المالتيبلاي فريمز جوه الفلاش. اوكي، يبقى انا عندي الاونيون سكين من هنا، وعندي المالتيبلاي ايه فريمز جوه الفلاش لو انا عايز امسك كذا اوبجكت واحركهم ايه في نفس الوقت. في كذا اوبجكت في نفس الوقت عايز احركهم باستخدام التايم لاين، هستخدم المالتيبلاي فريمز. يقول لك الاوبجكت دي بدايتها فين، هقول بدايتها من اول هنا كده لغايه هنا، فيجيب لك الرينج اللي فيه الايه الاوبجكت، وابتدي امسكهم كلهم ايه احركهم مع بعض. تمام كده. طيب خلي بالك، لما عملنا موشن توين ما بين الاوبجكت دي كلها، حصل ايه؟ حصل ان هو حطهم في موفي كليب، في سيمبل من نوع جرافيك، ان هو ايه ضغطهم وقفلهم في كونتينر. يعني احنا كنا ممكن نعمل البروجكت ده كده شيفت اف 5، بعد كده نعمل ريموف توين او نديليت خالص مش مشكله، ونحط الايه، نحط الاوبجكت دي متفرطه كده. كلام جميل، ونعمل هنا F6 وبعدين امسك ده كده احطه هنا كده، وده كده اطلعه فوق، وده كده انزله لتحت، وده كده اجيبه هنا. تمام، هيبقى عندي كذا اوبجكت، انا مش عايز احطهم ايه في كونتينر واحد. فهمسك مثلا الاوبجكت ده احطه في لير، واعمل هنا F6،
ده مثال بسيط جدا ان انا ممكن دلوقتي اعمل موشن تو وين هيبقى ما بين الايه الاوبجكت دي. طبعا الاوبجكت التاني ده انا ممكن اقول له اتحرك كده مثلا، تمام. ده مثال بسيط جدا على تحريك الايه الاوبجكت. نفس الموضوع برضه لو انا جيت هنا كده في المالتي بلاي مود انا ممكن امسكهم كلهم لو انا عندي ايه كذا اوبجكت، تمام، امسكهم كلهم واعمل لي ايه ليهم كذا لاير بقى. كذا لاير لا ممكن في اللاير الواحده يبقى كذا اوبجكت برضه، تمام. النقطة اللي بعد كده حاجة اسمها الناين سلايس سكيلينج. لو انا كده جيت وفتحت مثلا اي اكشن سكريبت 2 او 3 مش هتفرق، رحت جاي راسم كده كور لونها ازرق بدون ستروك، عملت كده شيفت ادي كورة، يا ريت نخليها على طول شيب ادي كورة، وهعمل تكرار للكورة دي كده واحطها هنا كده وهمسك دول كده اعمل لهم شيفت بكرر بالالت وهمسكهم كلهم، تمام. وبعد ما امسكهم كلهم كده احطهم في F8 احطهم في سيمبل من نوع موفي كليب، تمام. بس المره دي وانا بحطهم في السيمبل من نوع موفي كليب هفتح من تحت من هنا واقول له انيبل جايد فور 9 سلايس سكيلينج. يعني دلوقتي كانت الادفانس دي كانت مقفوله صح؟ احنا قلنا لما اتكلمنا المره اللي فاتت قلنا الحته دي بتاعت الاكشن سكريبت لو انت عايز تعمل كلاسز وتعمل له لينكج على الايه على الكلاسز ده، لكن الحته دي لو انا عايز اعمل ايه بقى، لو انا عايز اخليه 9 سلايس سكيلينج هنعرفها دلوقتي يعني ايه 9 سلايس سكيلينج. هقول له اوكي مثلا، جميل كده. يبقى انا لو دخلت جواه هشوف حاجه غريبه او هشوف ان في عندي جايد 2 3 4، تمام. الاربعه جايد دول بيحددوا لي انه اوبجكت ما يتعمل لهوش ديفورميشن في السكيل. يعني لو جبت الاوبجكت ده كده نزلته كده لتحت وجبت الاوبجكت كده ده طلعته لفوق وجبت الاوبجكت ده جبته على اليمين وجبت الاوبجكت ده كده جبته على الشمال، يبقى الاوبجكت الكره موجود في النص اهو، تمام. لو انا دلوقتي طلعت بره وعملت ديفورميشن سكيلينج للموفي كليب ده، تمام، هتجي اعمل كده ديفورميشن سكيلينج هتلاحظ ايه اللي حصل، ان الاوبجكت اللي انا عملت عليه السكيلينج اللي هو الكوره يعني حصل عليه ان هو ايه، ان هو الوحيد اللي حافظ على شكله كان بقيه الاوبجكت حصل فيهم ايه ديفورميشن. يبقى الناين سلايس سكيلينج هو عباره عن بارامترز او تولز جوه الفلاش بحطها، لو دخلت جوه كده بحط التسع جات دول على الاوبجكت اللي انا مش عايز يتعمل له سكيلينج او مش عايزه يبوظ في السكيلينج، هو طبعا هيتعمل سكيلينج بس مش عايزه يحصل فيه ايه استطاله في السكيلينج، وبقيه الاوبجكت دي هتطلع بره الايه بره السكيلينج، تمام. طبعا لو خليتها كده يبقى انا اكني مش حاطه. هو اللي في المنتصف هو اللي بيحافظ عليه، تمام. يعني احيانا ان انت بتحب تعمل سكيلينج كتير ومش عايز الشكل يبوظ منك وانت بتعمل السكيلينج ده، فبتحط الناين سلايس سكيلينج وانت بتعمل اف 8 وعملت الموف كليب. على فكره لو عملت الموف كليب ونسيت تعملها ليها حل، انت ممكن تمسك ده كده وتقول له ايه اف 8 وهقول له هنسى اعملها دلوقتي هقول له اوكي، تمام. طب الحل ايه؟ الحل اللي انت تفتح المكتبه لايبرري وانت واقف في اللايبرري هتقف تمسك الشكل اللي احنا ايه عايزين ايه نخليه 9 سلايس وتقول له من هنا بروبرتي انا عايز البروبرتيز بتاعت الشكل، تمام. وفي البروبرتيز تقول له انيبل ايه 9 سلايس سكيلينج. ده انت لو نسيت تعملها وانت بتبني الايه الشكل بتاعك وتقول له اوكي، تمام، هيحط لك الناس حتى بيبان حتى فين في اللايبرري. اوكي.